رجعنا من الاستراحة وعملنا ايه في الشوطين؟ عملنا كيك الجلاش الرائعة اللي بنسقيها دلوقتي بالشربات، وطبعا تقدروا تقلبوها او تاكلوها كده. احنا عملنا واحدة مقلوبة واحدة لأ. بصوا الجمال، تسلم ايديكم. طيب احنا كده هسيبها بقى تتشرب شوية حلوين، هي دافية والشربات برد، خد حرارة الجو، حرارة المطبخ. يعني انا مبسوطه بيها جدا، الحمد لله ان هي طلعت كده. بصوا بقى ده لو هتقدموها كده. ممكن نعمل بقى كيك شوكولاته لكل محبي كيك. ما ينفعش نعمل يعني كيك مثلا الصفوف اللبناني ونعمل الكيك الجلاش وننسى حبايبنا اللي بيحبوا الشوكليت. خلينا نعمل كيك كده لطيفه وسريعه وينفع. تخيلوا الكيك دي لو طلعت معانا حلوه كده ممكن نعمل منها حاجه تطلع تورته. ازاي؟ ما اعرفش، تعالوا كده نشوف. طيب اول حاجه كيك الشوكولاته، انا هقول لو عندي كوبايه الا ربع من الدقيق، وهعمل مقدار صغير في حاجه من نوع كده صغيره تطلع شكلها لطيف. طبعا انا لو حضرتك تعملوا قالب كبير زي اللي انا عاملاه ضعفوا المقادير. خلاص طيب عندي كوبايتين سكر، كوبايتين سكر دول ثابتين مش هضاعفهم، هيفضلوا ثابتين. هو من المفروض من كوبايه ونص او كوبايه وربع لحد ايه الكوبايتين زي ما تحبوا. عندي كوبايه ربع من الكاكاو الخام، معلقه ونص من البيكنج باودر، معلقه ونص بيكنج صودا، معلقه صغيره ملح، مش معلقه صغيره، رشه ملح، خليها معلش رشه ملح يا ولاد. انا هحط البيض، اتنين بيضه، ممكن تضيفوا بيض لو انتوا عايزين. عندي كوبايه من اللبن، وعندي نص كوبايه من زيت مليان، وفانيليا سايله، وطبعا هستخدم كوب ماء مغلي، ماء مغلي مش ماء ساخن، ماء مغلي. طيب ممكن ابعد بس دي كده هنا من الشغل، خلينا ايه نوديها ضمن حاجاتنا الحلوه اللي هناك. بسم الله، عقبال ما تتشرب براحتها حطها هنا ده، ونبدا بقى في الحاجه بتاعتنا. انا عندي اول حاجه هنخلط الخليط بتاعنا ده في بوله. بسم الله، ادي بوله كده نشفها كويس كده، وهبدا بقى البس الجلافز كده ونبدا نشتغل مع بعض. هنخلط على المكونات الجافه الحاجات الحلوه دي. احنا ممكن نضرب البيض السكر اسفه مع كميه من الزيت، بس انا مش هعمل كده، انا هضيفه بشكل تاني خالص، هعملها مش خليط الكيك التقليدي اللي احنا شغالين بيه يعني. فخليني الاول هاخد كده بسم الله البيض واحط عليه الفانيليا، وبعدين عندي هنا الكاكاو الخام هضيفه على الدقيق، كل المكونات الجافة كده مع بعض. كاكاو الخام يعني بدون سكر، مش الأنواع اللي بسكر، تمام؟ وتنقوا نوع، في أنواع كتير حلوة، اسألوني على الصفحة الشخصية شوف عظيمة حمزي بالعربي هجاوب حضراتكم. النوع إيه الأنواع البديلة، وبيض بقى خام عند العطار بيبقى نوع أسباني. هنحط كمان البيكنج باودر والبيكنج صودا، وحطينا رشة الملح. خلاص هنقلب كده تقليبة حلوة. بصوا بقى، طبعا احنا اتفقنا انه البيكنج صودا ليها ما نقدرش نكتر منها ونستخدمها ككميات كبيرة زي البيكنج باودر. فالبيكنج باودر هي خميرة الحلويات اللي هي بتساعد في الرفع الكيك. طبعا تقدروا لو عندكم بيكنج باودر بقاله فترة ازاي يعني تعرفوا ان هو شغال كويس، ان انتوا تجربوه لوحده الاول. البيكنج صودا بس ما نقدرش نكسر منها لانها يعني مش يعني ضاره، مش هياش سهل ان احنا نتعامل معاها بكميات كبيره كده، فمش المفروض ان احنا نستخدمها كتير. تعالوا بس انا عايزه اروح الناحيه دي وادي بس كده اخد الكبه دي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نحط فيه شيت الايه العجان بتاعنا القمر ده، المضرب الكهربائي، ونشتغل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلب دول كده مع بعض اهو. يلا بسم الله نضرب بقى كويس.
اضيف الزيت شويه شويه، يعني نص كوبايه الزيت دي شويه شويه، وانا بسخن الكتل اهو، وعندي طبعا لبن، وادي الزيت بيبقى خليط خفيف حضراتكم ما تستغربوش. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت مليان، وهبدا اضرب تاني. بسم الله. بتبادل مع كمية اللبن مع كمية بقى الخليط الجاف، نحط شوية وشوية. بسم الله. الخليط اللي احنا خلطناه مع الكاكاو والبيكنج صودا والبيكنج باودر. بسم الله. نحط كده شوية. ونقلب بالتبادل مع الكمية، ما تنسوش ان فيك لسه كوباية مية سخنة او نص كوباية طبعا، ده على حسب نوع دي. خلينا الاول نعمل كده عشان ما نبهدلش الدنيا. بسم الله. خليط ان شاء الله تستمتعوا بيه، وينفع يتعمل منه جاتو او تورته، هتبقى حلوه قوي وكريمي. هناخد كده بصوا بقى لون الكاكاو لما بيكون كاكاو نوعه حلو، ده نوع اسباني من عند العطار، ممتاز. لسه هاخد باقي الخليط الجاف اللي انا سايباه هنا، وده اللي هبدا اخفه بالباقي اللي هي كوبايه الميه السخنه اللي قلت لحضراتكم عليها، سخنه مغليه، سخنه مغليه. بسم الله. ادي الميه السخنه المغليه، بصوا بسم الله اهي، وهبدا اخلط تاني. بسم الله. شوفوا بقى الخليط بقى خفيف ازاي، وادي حضراتكم قوامه دلوقتي بالاسباتشيلا حالا اهو. بصوا هنلم بقى الخليط كده، شايفين قوامه عامل ازاي؟ شايفين خفيف، ما هوش خليط كيك تقيل، تمام. وهنجهز قالب، انا عملت دي مدوره، ممكن نشوف عقبال ما يجيبوا لي القالب. هنصب بقى الخليط ده، هعمل ايه بقى في الصينيه؟ هدهن مسحه من الزيت، وهحط طبطينه من الكاكاو. اي كيك شوكولاته حضراتكم عايزين تبطنوه، ما ينفعش نبطنه بالدقيق، لازم نبطنه بالكاكاو، فيطلع مش بقى بعد ما يستوي تلاقوا حروف بيضه على الكيك، لا تلاقوا كاكاو منه فيه، يعني لونها زي اللون بالظبط. طيب دلوقتي بقى هطلع الكيك قدام حضراتكم كده، هنشوفها بعد ما بندخلها الفرن، حراره 180 على الشبكه في النص. هنبدا نستعد ان احنا نعمل الكريمة الزبدة بتاعتنا ونشتغل فيها حلو. انا دلوقتي لو انا هفترض مثلا عندي في قالب هنا، خليني اسمحوا لي اجيبه معلش، ده بقى ممكن يعمل لكم تورتة عالية قوي. طيب لو انتم ما عندكوش القالب ده، ها، او عندكم قالبين منه، اقسموه على مقدارين، يعني ما تسووش كمية الكيك كلها لما تكون عالية او هتبقى عالي لحد هنا، الافضل لا نقسمه على 2 قالب، فالكيك يطلع بمستوى كده، يطلع 2 قالب تعملوا تورتة 4 ادوار رائعة.
فخليني انا دلوقتي همسح هنا، مسحه من الدقيق بس قبل، اسفه من الكاكاو. بس قبل ما هعمل كده خليني ممكن اعمل كده بمنديل، امسح مسحه زيت خفيفه بس كده هنا وفي الجراب، وهبدا اعمل ايه، احط طبطينه كده من الكاكاو بسيطه بس في القاع. ماشي اهو اهو كده كده، هوري حضراتكم الشكل العام اهو، شايفين ازاي تبقى متبطنه بالدقيق اهي، فهتبقى رائع. بصوا بقى دي الاسفه بالكاكاو ده بيبقى رائع للكيك اهو، كاكاو والطبطينه رائعه قدام حضراتكم اهي، تسلم ايديكم. طيب هبدا بقى اصب الخليط، وانا بقى رايي ان احنا لو انا عندي القالبين المقاس الصغير ده هبدا اقسم خليط الكيك ده على 2 قالب منه. بسم الله هنشوف كده العلو ايه. لا هي ممكن تطلع خليط واحد لحد تلت القالب فقط لا غير، هي كده خدت معايا تلت القالب اهو. بصوا حضراتكم ده هايل هايل اهو، اللي عايز يبطن بورقه زبده يبطن يعني تأمينا ويدهن عليه الزيت مفيش مشكله. وهتدخل فرن زي ما قلت لحضراتكم على الرف 180 على الشبكه في النص لحد ما تعلى معايا. لو افترضت ان الفرن ده كان حامي، بصوا الصفوف ما شاء الله، يا سلام يا سلام، الصفوف بدأت تعلى ازاي وتدي لون في الفرن، هسيبها لحضراتكم تشوفوها. وهبدأ بقى انضف هنا حواليا ونجهز لكريمه زبده سريعه، هي طبعا معروف مقاديرها، انا هقول المقادير مره ثانيه عشان احنا ما كناش عايزين نعمل التورته كتورته يعني، بس هديكوا فكره ليها. هاخد كده السكينه المنشار، انا سايباه لكم مفتوح تمام. بصوا بقى هاخد كده حروف الكيك دي، حروف الكيك دي اول ما بتطلع باخد كده الوش بتاعها بجمعه هنا، ما بترموهاش، الكيك دي ما بيترميش، الكيك ده بيتعمل منه كيك بوبس، بيتعمل منه البال بتاعه الجاتو اللي احنا بنشوفها، الكره المدوره اللي بنشوفها في الجاتوهات بتتعمل كده. فهاخد كده من المستوى الكيك ده اهو كده عشان ما تبقاش له قشره ضخمه، ننضف بقى الحاجات دي كده اهو، شايفين ازاي تبقى طريه. طيب دول هعمل فيهم ايه؟ دول هخلطهم في الكبه، بخلطهم في الكبه ويطلعوا باودر، اجمل بيه اما الجاتو او التورته، او اضربهم في الكبه واعمل منهم باودر واشتغلهم كيك بوبس. اوكي وهنعمل مع بعض الوصفات دي بعد كده. بسم الله كده تعالوا بقى ننشف بس هنا مكان هنا ونبدا نخلطه، عشان هي فيها ميه لازم تبقى جافه تماما، يعني وش الكيك مش برميه. طبعا نقدر نحتفظ بيه في الفريزر، مش شرط تشتغلي فيه دلوقتي، ممكن تحطيه في كيس وتشتغلي فيه بعد ما حضرتك تحسي ان انت في دلوقتي وقت قادره تقفي تعملي حاجه للولاد فيها كيك بوبس او كيك صغير او بول بتاعه الايس كريم. طيب تعالوا بقى ناخد كده البواقي دي، فين البول اهي، بصوا هنحطها هنا اهي، هنطحنها بقى طحنه كده، عايزين تطعموها تاني بمعلقه كاكاو ماشي، بس هي مش محتاجه اهو كده. اهو بصوا اتنين من الكيك قسمتها، واقدر اقسم دي كمان واحده لو انا عايزه احشيها، واهو بصوا بقى باودر ازاي، بصوا اجمل بيه الجناب بتاعته بتاعه الكيك، واقدر اعمله بقى عليه كريمه بس يبقى كيك بوبس، واكوره وانزله بس في جناش شوكولاته واحطه في التلاجة والولاد يستمتعوا بيه. تعالوا بقى ناخد اللي احنا مجهزينه، انا مجهزه هنا حاجه بسيطه للحشو، وطبعا احنا هنستعد للفقره اللي جايه معانا فيها دكتوره دينا ابو سعود، هتكلمنا عن مواضيع مهمه جدا جدا الحقيقه خاصه بي المناعة، هتفرق معانا ومع أولادنا في حاجات كتير قوي. خليني بس كده إيه، أنا بعمل كده الكريمة بشكل، طبعا هنعمل ده مع بعض تاني باستفسار، أنا بس جات لي الفكرة دلوقتي وأنا بشتغل مع حضراتكم فرحت مجهزاها فورا، يعني إيه مش حطاها في دماغي. بس بصوا الكيك العادي ممكن لو مقاديره حلوة
نعمل منه حاجه رائعه. تمام، انا هقلب بقى كده الكيك نفسه، مش هاخد ده، هاخد دي، هي القاعده، هي دي العكس، هعكس يعني، دي هتبقى كده ودي اللي هقفل بيها كده. شايفين ازاي؟ هتبقى هي دي القاعدة بتاعتي، الأساس يعني، القاعدة اللي تحت هي اللي خدتها على الإيه؟ وش الكيك. ماشي؟ نقدر بقى من الجناب هنا ناخد من الجناش اللي احنا عاملينه، وده سهل قوي، أو بالكريمة، عندي حاجتين أهم، خلينا نوريهم لحضراتكم، نشتغل بيها على الشوكولا زي ما أنتوا عايزين. بصوا بقى الجناش أهو، ناخد منه شوية كده، وإيه؟ ممكن أهو، بصوا على الوش الكيك، وهنبدأ بقى نقفل كل الحاجات الحلوة دي بشكل جميل زي ما حضراتكم هتشوفوا، حتى من الجناب، وتدخل التلاجة تمسك نفسها لازم. خلاص نبدأ بقى نجمل من الجناب ونحط بقى وردات جميلة، هوريكم شكلها. بصوا بقى مخرجنا اما تيجوا تقطعوا قطع منها تبقى عاملة كأنها جاتو انتوا جايبينه من بره، وهو أحلى كتير بطعم البيت طالما بتستخدموا شوكولاتة نوعها حلو، وكمان نوع الكاكاو يبقى حلو. تمام، هنبدأ بقى كده وبعدين نقفل من الجناب. ودلوقتي بقى هنستعد للفقرة الطبية، واسمحوا لنا بقى هنطلع استراحة، هنرجع نشوف الحاجات الحلوة اللي احنا عملناها ونطلع استراحة نستقبل فيها ضيفتنا الجميلة دكتورة دينا أبو السعود في انتظار حضراتكم.